الرجوله كانت بترقص الشارع صح 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 والفاير وركس وخلافه. مصر كلها نزلت التحرير عشان تحتفل. اللي كان معه واللي كان قلقان واللي كان ضد صح كله نزل. فهو التحرير اصبح ليه رمزيه، رمزيه ان هو مكان ممكن احتفل بيه في الحاله الحلوه، ومكان طبعا كان فيه دماء وفيه شهداء وساحه معارك. فانا كنت حابه انه ايه انه نيجي ليله السنه الجديده ان احنا يعني احنا فاكرين قوي اللي حصل، فاكرين الدم وفاكرين الشهداء وفاكرين الالام والقسوه بتاعه الاحداث اللي حصلت في المكان ده والالام اللي ما زالت موجوده عند الاهالي. فاول يعني تلتين البدايه من الاحتفال هيبقوا لهم علاقه بالشهداء واسمائهم وصورهم والتخليد اللي هم عملوه، وبعدين ترانيم والاناشيد الصوفيه. بس كمان احنا عايزين نقول انه الحياه ومصر هتبقى حلوه، احنا عايزينها تبقى حلوه، وبالتالي لازم نستقبل السنه بالروح ده، بالروح دي. يعني لازم نبقى وعندنا ثقه حتى لو احنا يعني ما احناش واثقين في ده، بس احنا كمان دورنا ان احنا نقول للناس انه لا، احنا لازم معنوياتنا تعلى، احنا ما عندناش حل الا احنا نعلى بمعنوياتنا، وان احنا نبقى مصرين على ان مصر هتبقى سعيده فعلا. بس يعني دي الفكره ببساطه. جملتين حضرتك قلتيهم عشان احب يتسجلوا على دماغي، حضرتك اللي قلتيهم. نمره واحد، ان بدايه السنه من ميدان التحرير نصدر لكل بلاد العالم رساله جديده من التحرير. يعني من التحرير ما بين اخر دقائق في 2011 لاخر دقائق لاول دقائق او اولى دقائق 2012. هاخد لك ده تاني. انت بتصوره وهتنزله على حاجه يعني؟ لا انا هفرجه للناس اللي بتصلي. في ناس دي 10 ايام بتصلي فهي ده هي. يعني عاوزه اقول لحضرتك من قياده ربنا ليكي، ربنا مش حد اكيد، اللي انت بتعمليه ان احنا بنصلي للحاجات دي. فانت بتيجي ويو ار كوتينج الافكار، بتقولي ان انا عاوزه ميدان التحرير يبعت حياه، ميدان التحرير يبعت هو اللي يصدر لكل بلاد العالم. دي جمل ليترالي مستنيين نسمعها. يعني احنا بنشوف التحرير ليه رمزيه كبيره، بنشوف ان التحرير ده كان المكان اللي احتفلنا فيه بخلع الرئيس. بشوف ان التحرير ده هو اللي شهد مظاهر الاحتفال والزغاريت والسعاده الكبيره يوم لما تنحى مبارك. وبشوف التحرير له رمزيه ساحه المعركه، الساحه اللي خرجت منها الثوره، الساحه اللي سقط فيها شهداء، والساحه اللي خسرنا فيها عيوننا واجزاء من جسدنا، وفيها الام وفيها معارك وفيها قسوه كبيره فيها دم. فما بين الساعات الاخيره والدقائق الاخيره في 2011 وبدايه يعني طلتنا بقى على 2012، بين ده وده لازم نفتكر اللي راح ونفتكر الالام، وكمان لازم نبص لبكره باعتبار ان احنا مصرين ان من التحرير كمان لازم مصر تبقى سعيده في 2012. واحاول نوحهم الى ترقي.